قدمت بعده قصه الست سيده الكمشوشي بنت المنوفيه اللي وهي سنها 19 سنه اتخرجت من معهد التمريض في سن 19 سنة، جالها التكليف في السويس. والدها قال لها خاف عليها زي أي أب، خليك يا بنتي ده هناك حرب، ده بيقولوا كان حرب. قالت له هروح. راحت حصار المستشفى وفي حصار السويس، هي البنت الصغيرة اللي بتكسر الحصار عشان تجري تروح تجيب مية عشان تسقي وهي بتحكي العمليات اللي شافتها وشهدتها، بتحكي عن اللي أنقذتهم من الجنود ومن الأبطال اللي واحد منهم بعد كده بقى جوزها. بتحكي لما كانت طالعة تجري على أحد الضباط المصابين بكيس الدم، جه صاروخ على المستشفى، الضابط بقى يقول لها انزلي يا بنتي انزلي هتموتي، تقول له مش هسيبك أبدا. حكت حاجات الحقيقة مش عايزة فيلم وثائقي، عايزة فيلم درامي كبير. لما السبع دبابات دخل علينا يوم 24 10 الساعة 10 صباح، المرضى بقى في واحد اسمه حسن باتر دراعه الشمال، راح مشور علينا قال بس ناولونا الأسلحة. بقينا أجيب السلاح وادتهوله، ما تعرفش طواه تحت باطه إزاي وهو مطور وبقى يضرب. دمر أول دبابة أول ما طلع، التاني جه وراه على طول، التاني كان باتر رجليه الاتنين وإيديه سليمة. رحت ماسكة سلاحه ومديهوله، جه اتنين يعني حالتهم متحسنه شويه، راحوا كل واحد ماسك سلاحه وداخل مدمرين السبع دبابات قدام المستشفى. ليا الفخر اللي انا اشتركت في الحرب والله. ومن خلال الست سيده اسمح لي فخامة الرئيس أستعير مصطلح حضرتك تحية لكل عظيمة مصر.